السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا ثلاث صنابير لربح العملات الرقميه، طبعا بيدفعوا بشكل حصري وبشكل فوري على المحفظه الوسيطه اكسبريس كريبتو. طبعا اصدقائي الاصدقاء الاقدام بالقناه اكيد كلهم بيعرفوا يتعاملوا مع المحفظه الوسيطه اكسبريس كريبتو. في حال انت كنت جديد على القناه راح احط لك اخي الكريم التسجيل بهاي المحفظه بصندوق الوصف اضافه الى هاي الصنابير الثلاثه. طبعا واي استفسار لك عن هاي المحفظه اكتب لي اياه في التعليقات وان شاء الله اخي الكريم انا بساعدك. كما راح يطلع لك بطاقه فيديو بزاويه هذا الفيديو اخي الكريم، فيها طريقة سحب عملاتك من محفظة الاكسبريس كريبتو إلى أي محفظة نظامية أو البلوكشين أو أي منصة تداول أخي الكريم. تمام أصدقائي، طيب بتسجل أول شيء بهاي المحفظة، بتجيب اليونيك آي دي الخاص فيك. طبعا هاي الصنابير بتدفع على هاي المحفظة عن طريق اليونيك آي دي بشكل حصري. تمام أخي الكريم، هذا هو اليونيك آي دي، ببلش بالإي سي دائما، بتاخذه كوبي وبتنتهي للصنبور الأول. طبعا أخي الكريم بتحطه بهي الخانية، هذا الصنبور اللي ربح عملة الدوج كوين، بيعطيك من 0.03 من عملة الدوج كوين ل 0.2 طبعا كل دقيقة، وهذا شيء جيد جدا. تروح بعدها كلمة فيريفاي كابات بتحل هاي الكباتشا اخي الكريم، هاي ديب ووترز. تمام، وبتحل الانتي بوت من اليسار لليمين، هاي اكس صفرين طبعا، هاي صفر اكس صفر اكس، هاي صفر اكسين، وهاي اكس صفر اكس. طبعا عداده رقميه لمده 3 ثواني بسيطه جدا. تروح بعدها كلمه كيت ريورد، رح يدفع للموقع بشكل مباشر مثل ما قلنا على المحفظه الوسيطه. شايفين اصدقائي 0.03 من الدوج كوين راحوا على الاكسبريس كريبتو. طبعا انا بشوف صفحه الدفعات بالاكسبريس كريبتو، راح احدد الصفحه اول شيء. تمام اصدقائي، هاي الكميه من الدوج كوين راحوا بالصفحه الثانيه، لانه يعني الحمد لله الاصدقاء المسجلين عندنا بالقناه واللي يشتغلوا على هاي المواقع كثير. شايفين اصدقائي نورمال بيمنت، هي هذا الموقع اسمه هاشينج سبيس دوج كوين 0.03 طبعا اجوا بالصفحة الثانية. طبعا اصدقائي بتابع انا بالبقايا بحط كمان اليونيك اي دي الخاص فيه بالموقع الثاني اللي هو اللي ربح عملة الاثيريوم كلاسيك. روح على كلمة فيريفاي كاباتشا، نفس المبدأ نفس طريقة العمل. تمام اصدقائي، كمان بجي بحل الانتي بوت، هذا الرقم 9، هذا الرقم 5، هذا الرقم 4. روح اخي الكريم كمان على كلمة get reward، بضغط عليها راح يدفع الموقع بشكل مباشر. شايفين اصدقائي طبعا هذا الموقع الثاني، كل 3 دقائق دفع لي هاي الكميات من الاثيريوم كلاسيك. كمان بحدد صفحة الدفعات مرة ثانية. مثل ما ملاحظين اصدقائي هي الكميات من الاثيريوم كلاسيك، كمان في دفعات اوتوماتيكية بتجي من الاصدقاء المسجلين عن طريق المواقع الثانية. هذا هو الموقع، شايفين اصدقائي 1387 ساتوشي. شايفين اصدقائي وصلوا بشكل فوري. الموقع الثالث لربح عملة الادا او الكاردانو. تمام اصدقائي، نفس المبدا بحط هون اليونيك اي دي الخاص فيه. طبعا هذا الموقع بيدفع كل 5 دقائق. بروح على كلمه فيريفاي كاباتشا، كمان بحل الكاباتشا اصدقائي، كمان بحل الانتي بوت 0 اكس 0 اكس، هذا الاول، الثاني 3 اكس، وهي اكسين 0. كمان نفس المبدأ أصدقائي، كلمة get reward راح يدفع لي الموقع بشكل فوري وأوتوماتيكي. شايفين أصدقائي 0.011 تقريبا من عملة الكاردانو أداء. كمان بحدد صفحة الدفعات، مثل ما ملاحظين الدفعة أصدقائي شايفينها، هاي هي من عملة الأداء 0.0115 وشوية كسور كمان. طبعا اخي الكريم هاي الصنابير قد لا تجمع لك ثروه، هاي الصنابير قد لا تكون عندك دخل حقيقي منها، لكن بالنهايه هي بدايه لشيء حقيقي. اذا كنت مبتدئ ممكن تبلش فيها، بعدين تبلش تطور يعني من امكانياتك ومن دخلك على هاي النوعيه من المواقع والربح من الانترنت بشكل عام. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.